تصريح في منتهى الحسم والحزم، وأنا أشكرك على الإدلاء به عبر شاشتنا ليقطع الشك باليقين وينهي حالة الجدل في الموضوع. بس أنا عايز أستثمر النقطة التانية اللي حضرتك قلتها معالي الوزير، وهي فكرة أنه من أرباب الخير اللي عايزين يبنوا مساجد فينسقوا مع وزارة الأوقاف علشان بدل ما يبني في مكان لا يحتاج إليه. تمام. تعال ابني في المكان الذي يحتاج إلى المسجد. ممتاز. لكن أنا عايز أتكلم كمان عن فكرة الإنفاق والتبرع للمساجد، وده بقى الشيء الزائد. إحنا قلنا أن المصاريف الأساسية للمساجد هي مسؤولية مباشرة للدولة ممثلة في وزارتي الأوقاف والمالية، وده حسم مهم. لكن المشكلة أنا بقى عايز أناشد حضرتك باعتبارك في منصب وزير الأوقاف أن تناشد المسلمين الحقيقة، لأن أنا شايف أنه في السنوات الأخيرة في حالة من حالات الإهمال شوية من المصلين لمساجدهم لبيوت الله. عارفين الظاهر مسكوا في المثل الشعبي اللي بيقول الفلوس اللي يحتاجها البيت تحرم على الجامع، فبقت كل فلوسهم الحقيقة تحرم على الجامع. فأنا أربأ الحقيقة بالمصلين والمسلمين أن يتركوا بعض بيوت الله تحتاج إلى التجديد والإصلاح. للأسف في بعض دورات المياه لا تليق، في بعض السجاجيد التي بليت، بعض الحوائط التي تحتاج إلى طلاء، وده أعتقد نوع من أنواع الأداء الخير من المسلمين للبيوت، بيوت الله والتي يقيمون فيها صلواتهم. لكن هضيف لسيادتك نقطة هامة جدا جدا جدا. تفضل. وبنوجهها ليس فقط في المساجد وإنما لكل أهل الفضل. يجب أن يكون التبرع منضبطا، بمعنى لا بنؤكد على جميع الناس سواء من المصلين أم من جميع المواطنين عدم إعطاء أي أموال بأي شكل لأي شخص إلا من خلال قناة رسمية، من خلال دفتر وإيصال معتمد، سواء كان بالمسجد لجنة زكاة أو يعني تابعة للمسجد، أو به مجلس إدارة بإيصالات منضبطة. ويمكن بإذن الله نأخذ هذه الفكرة من حضرتك ونخصص رقم حساب لمن أراد أن يتبرع، لأننا نخشى أن في بعض المساجد وخاصة الزوايا وإياها كانت تجمع الأموال تحت اسم بناء مسجد وعمارة مسجد ولا ندري أين تذهب. فبنأكد التحري. أنت عارف فضلتك بعض الناس اللي بيتجولوا في الشوارع ومسكين بعض الإيصالات، الله أعلم بقى صحيح ولا لا، ويقول لك تبرعوا لبناء مسجد. ده أنا هقول لك نقطة مهمة جدا يا أستاذ تامر الشرعية. اتفضل. هل ذمة المزكي أو المتبرع تسقط بمجرد الإخراج؟ يعني واحد طلع أموال وما جاتش في مكانها. بعض أهل العلم قال هو ونيته، لكن بعضهم قال لا، ده إذا أخرج الزكاة وتأكد إنها لم تقع في موقعها الشرعي وجب عليه إعادة إخراجها، لأنه يجب أن يتحرى وأن يتأكد من المكان الذي يدفع فيه. هي مش مجرد حمل عايز ترميه وتمشي. صحيح. لا. صحيح. لأن خد بالك لو حطيتها في المكان الخطأ أنت ضيعتها على المكان الصح، وإذا أعطيت من لا يستحق ضيعت على من يستحق. فيجب التحري في مصارف الزكاة والجهات التي حتى لا تقع في أيدي الإرهابيين ولا المتطرفين ولا من ينصبون على الناس ويحملون صناديق في الطرقات لا تدري أين يذهبون بها. ولذلك ينبغي أن تكون هناك إن شاء الله وبإذن الله، ده اللي بنعمله سواء في وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن مع وزارة التخطيط، يبقى في قاعدة بيانات سواء للجمع أو للإنفاق. وعشان كده احنا بنعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن والتموين صك الأضحية، فبدل ما بعض الجماعات كانت تجمع الصكوك وتشتري الزمن ببعض العطايا، لا يجمع وينظم على المناطق الأكثر فقرا من خلال قاعدة بيانات وزارة التضامن. ونحن نعمل كمؤسسات نريد أن نتحول من العمل اللي هو كان تحت السلم ومحدش عارف مين اللي بيعمله ويصالح مين إلى عمل مؤسسي رسمي. فبنأكد على عدة نقاط. أنت عايز تتفضل تبني مسجد، تعال تفضل قدم وهات وابني تحت إشراف وزارة الأوقاف. عايز تفرش مسجد، تعال هات عيني وافرش مسجد. عايز تقوم بأي صيانة، تعال تفضل توجه لينا أو لأقرب مديرية أوقاف. لكنني أحذر من إعطاء أموال لأي شخص تحت أي مسمى دون سند أو إيصال رسمي، لأن هذا باب من الأبواب التي نريد أن نسدها.